أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وما علينا إلا البلاغ.